يلتزمنا أن اليوم الوطني للصحافة الذي يصادف 22 من أكتوبر. أكد وزير الاتصال حميد جرين أنه فور توافر كامل الشروط اللازمة والتي على رأسها الوسائل المادية سيتم بالانتخاب تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ستكون مكونة من 7 أعضاء. أما بخصوص الصحافة الإلكترونية، أوضح الوزير أنها تعرف نوعا من الفوضى ما استوجب التحضير لضبطها. لما تكون أوضاع موفرة، لما تكون يعني عندنا كل وسائل المادية، لما نتكلم عن الوسائل المادية مقر، نقدر نقوله بالرام منظمين ونقدر نروح الانتخابات. هذه الانتخابات مش كاين انتخابات سلطة الضبط الصحافة المكتوبة، انتخبوا 7 أعضاء وإن شاء الله ضبطوا بدقة يعني شروط تاع الصحف الإلكترونية، خطر كاين نوعا ما فوضى. وعن مسألة القنوات الخاصة ودفتر الشروط الجديد، اعترف جرين أن الشروط الجديدة تعجيزية وأن قلة قليلة من القنوات ستمتثل للشروط الجديدة، مؤكدا أنه سيتم منح الوقت الكافي للقنوات لتنظيم نفسها وتحضير ملفاتها. ما تسرعناش، نستناو في بعض القنوات يوجدوا راحتهم. لماذا؟ لأن مثلا مول شيء هي عائلة، هاي نقول لهم لابد تشدوا مغرب 40%، ومن نجيبوا 60% تاع المساهمين الآخرين هذول، وزيد على هذا لابد يعطوا 10 ملايير سنتيم، أو مش سهل كاش إشهار خفاض نجيبوا 10 ملايير. هذا وأوضح جرين أن نقص الإشهار الذي أدى إلى إفلاس العديد من الجرائد ليس ذنب وكالة النشر والإشهار ولا من صلاحيات الوزارة، بل يعود بالأساس إلى سوء تسيير الناشرين لمداخيل الإشهار.